يشهد مقر الهلال الأحمر المغربي بسمارة تنظيم دورات تكوينية في مجال الإسعافات الأولية للمتطوعين بالإقليم. وبالنسبة للتطوع هي مسألة سامية ويالت أي شخص في دي الحياة أنه يكون متطوع في مجال معين. كما كتعرف عن المجالات في التطوع هي عدة إنسانية ويسر من الأمور فيها، وكان خصنا بالتذكير على أساس التطوع ديال الإسعافات الأولية ولا التطوع في الهلال الأحمر المغربي اللي هو عنده دور هام وهام قبالة، علاش به إنقاذ حياة ما يسهل، والتدخل في كارثه معينه ولا في مصاب معين اللي هي غادي تخفف له الضرر وغادي تخلي الحاله ديالو مستقره. تدخلات شتى للمكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بسمارة في مجال تخصصاته يهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات الصحية في مجال الإسعاف محليا. تتجلى أنشطة المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بسمارة في مجموعة من التدخلات في شتى المجالات الإسعافية. أولا، النقطة الأساسية اللي كنراهنوا عليها هي التكوين في مجال الإسعافات الأولية اللي كيستافدوا منها جميع شرائح المجتمع المدني، وكذلك شراكات مع مجموعة من هيئات المجتمع المدني وحتى المؤسسات الاجتماعية، درنا فيها دورات تكوينية في مجال الإسعافات الأولية. طبعا كنشاركوا في جميع الأنشطة الرياضية، كتكون عندنا فروق خاصة وفي الأنشطة ديال العدو الريفي، في مجموعة من الأنشطة كيكونوا الفروق ديالنا دائما جاهزين بالإمكانيات اللي متوفر عندنا. الحمد لله في هذه السنة عندنا إمكانيات الحمد لله قرهان واحد، ورغم أن السلطات المحلية وعملت الإقليم السمارة عطات بذلت مجهود كبير والرهان على سيارة إسعاف كباقي المكاتب الإقليمية بالأقاليم الصحراوية، كننتظروا في القارب العاجل من الإدارة المركزية باش تلبينا هذا الطلب باش يكون دورنا متكامل ونقوم بالدور ديالنا الأساسي لخدمة الساكنة وخدمة المجتمع المدني. نحن كمسعفين استفدنا بزاف هذه الدورة التكوينية، والفضل بالضبط كيرجع للناس اللي كونونا واللي عطاونا مجموعة ديال الحوايج اللي ممكن تستفدوا منها، لا احنا في شخصيا في الحياة ديالنا اليومية ولا في المحيط ديالنا مع العائلة ديالنا ولا في الحومة ديالنا، وباش أننا نحاولوا بديك الاستفادة اللي استفدناها من خلال الدورات اللي قدموا لنا والدروس اللي تعطوا لنا لحد الآن بطريقة التكوين كانت رائعة وكانت سلسة، وحاولنا أننا نحصلوا جميع المعطيات اللي ممكن تكون تفيدنا في هذه الإسعافات الأولية. وصراحة واحد الاستفادة استفدناها كثيرة بزاف بالنسبة لنا احنا الأمهات اللي دائما غير في البيت أو إلى خرج للشارع أو كتوقع لنا بزاف ديال الحالات بالنسبة لأولادنا أو العائلة، ما كناش كنعرفوا حتى شي حاجة، ولكن حاليا دابا الحمد لله ملي درنا هاد الدورة التكوينية ديال الهلال الأحمر المغربي كنشكروا دوك الناس بزاف بعدا اللي عطاونا واحد الاهتمام واحد الاهميه كثيره بالنسبه للاسعافات الاوليه، ولينا دابا كنفهموا شي حوايج اللي كنا ما كنعرفوش في الدار، مثلا وقعتنا شي حريق ولا شي اختناق لولادنا دابا ولينا كنفهموا. كان واحد الوقت كتبان لنا شي حاله في الشارع ولا كنا كندخلوا فوضويين ما كناش كنعرفوا، دابا الحمد لله ولينا تعلمنا كيفاش نتكلموا كيفاش نساعدوا داك الشخص اللي طيح قدامنا وكيفاش نعيطوا على السلطات وكيفاش دابا الحمد لله تفهمنا شحال من حاجة. أنشطة محلية ودولية يعمل عليها مكتب الهلال الأحمر المغربي بسمارة لتعزيز قدرات متطوعيه. من هذا المنبر يعني مكرة على اساس انه يكون في كل في كل في كل دشره مسعفين وفي كل زنقه مسعفين، ونلحقوا بواحد الامور عنها كل منزل عندنا في ديارنا انه يكون فيه مسعف. بهذه المساله لم تزيدنا اكثر من اللي نقصنا. هناك مجالات اخرى نتدخل فيها، مثلا منذ 8 سنوات عقدت الاداره المركزيه شراكه مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بخصوص الحد من مخاطر الالغام. الحمد لله العملية مستمرة سنويا، في شهر 4 اللي تخطى كانت حملة استفدت منها جميع تقريبا نواحي السمارة كامل وجماعة القروية والساكنة كانت تواجد في العالم القروي، لأن الألغام
كتشكل خطوره في المنطقه عندنا، وهذا دورنا اللي يتجلى في تحسيس مخاطر الالغام وبالحد من الكوارث ديالها. انخراط مكتب الهلال الاحمر المغربي بسماره بتقديم العون في جميع التظاهرات المحليه خدمه للساكنه. موجودين في جميع التدخلات اللي كتعني الهلال الاحمر المغربي في مجال اختصاصه، مثلا في السلامه الطرقيه كاينه لجنه اقليميه كنشتغلوا معها دائما وفق البرنامج السنوي، كاين الحمله الطبيه دائما احنا جاهزين كنكونوا الفرق الطبيه نظرا للسماره والمنطقه كامله كتعاني نقص في الاطباء، كتكون حمله طبيه في شتى التخصصات. المكتب الاقليمي دائما كيكون الحمد لله من المسعفين ديالو كيكون دائما حاضر في هذه الحملات بشراكه مع مندوبيات وزاره الصحه، بالاضافه الى كنوجهوا مجموعه من المسعفين اللي كيتلقاو واحد ستاج في المراكز الصحيه وفي المستشفى المركزي الشفائي الاقليمي للسماره، وهذا شرف كبير لنا حنا لانه ولا المكتب الاقليمي كيلعب الدور ديالو الحقيقي، ولا كيساهم في الحفاظ على ساكنه السماره وعلى الصحه ديالها، ومتواجد في جميع المراكز الصحيه، متواجد في لوبيتال، كيأدي الدور ديالو على احسن وجه. هي بالنسبه لمدينه السماره كل منزل يكون فيه مسعف او مسعفه على المدى الطويل، لأن السمارة تعرف مدينة جات من حايدة عن المراكز الصحية الاستشفائية الكبار، وكاين الكوارث اللي هما أكثر من ذلك في السمارة، ضحايا الألقام، كاين ضحايا الكوارث ديال الأمطار ديال السيلان ديال الوديان، وكاين بالنسبة للمشكل ديال الساعات ديال العقارب في الصيف دائما كيكونوا موجودين في السمارة أكثر من سميتو من الأيام العادية في الشتاء وفي سمو، لأن الصيف دائما السمارة كتلقى فيها مشكل ديال الساعات ديال العقارب، لأن من العقارب كيتحركوا في الصيف قبالهم، ولاني بالنسبة لهم هذا العام الحمد لله بعد ما هم ياسرين كاين حالة ولا حالتين. صحة الروابط العائلية خدمة إنسانية يقدمها الهلال الأحمر للبحث عن متغيبين. هذه مهمة الروابط العائلية هي فرع في مكتب الهلال الأحمر المغربي، تلقينا تكوين على مستوى المركزية ولا على مستوى دولي، كيكون تهد عنها الروابط العائلية هي بحث عن المفقودين بمعنى آخر، أي حد عنده مفقود يسوى كان من الجالية المقيمة بالمغرب أو الجالية المقيمة بالخارج، يعني المهاجرين المقيمين بالمغرب من حقهم يبحثوا عن عائلتهم، ومن حق العائلة المغاربة يبحثوا عن مفقودينهم في الخارج. وتجند مكتب الهلال الأحمر المغربي الإقامة بهذا المهمة هذه، وكاين شبكة اللي هي وطنية ودولية اللي كتشرف على هاد المهمة هذه، فالربط بين الروابط العائلية وقسم الهلال الأحمر المغربي في مكتب السمارة عنده قسم خاص بهذا سميتو، وعندنا متكونين خاصين بالروابط العائلية هون للبحث عن المفقودين، وخصوصا بالخارج أو على إطار السجون أو على إطار المهاجرين مثلا السوريين او الماليين او غيرهم او حتى الاوروبيين. تطبيقية في مجال الاسعافات الاولية تهدف الى تحيين معلومات المسعفين واطلاعهم على كل المستجدات. دروس في الاسعافات الاوليه، يعني كيفاش انك تسعف وتنقذ واحد الروح ديال واحد الشخص لانه معرض للموت في اي لحظه، نتايا كتحاول تنقذ الحياه ديالو قبل ما كتجي الاسعاف، هذا هو دورك نتايا كمسعف، وهذه على شيء كتسمى بالاسعافات الاوليه. كنا واحد الوقت ما كناش كنفهموا، ماشي غير بالنسبه لوضع شي حاجه في المحتمل اللي كان كيكون كيرضع، كنكونوا شادينه وعاطينه البزوله كيرضع او شي حاجه، كيتخنق الا كندازلو الحليب من البزوله بزاف كيقدر يتخنق، ما كنعرفوش كيفاش نعتقوه، دابا الحمد لله عرفنا كيفاش نعتقوا ولدنا او بنتنا، بالنسبه دابا الا كان كلا شي حاجه وتخنق دابا عرفنا كيفاش نعتقوا داك الرضيع، سواء الرضيع ولدنا حنا او ولد الجيران او ولد شي شخص، الا كنا في شي مجموعه وبانت لينا شي حاله في داك الرضيع، دابا الحمد لله استفدنا بزاف ديال الحالات. اول شيء عندنا الاسم
يعني ذاك المسيح اللي يتكلم خاصه يكسب ذاك المستمع، لانه في هاي الايامات ياسر من الاتصالات تلقى التكذيب. يعني اول شيء خاصه يعطي اسمه ويعطي رقم بطاقه السعف الوطنيه ويعطي رقم التليفون ديالو ويعطي استيفاء، يعني يقول ما انا مسعف متطوع في الهلال الاحمر المغربي، يتكلم على الحادث، يتكلم على المكان، يعني وصف الحادث بدقه ووصف المكان بدقه، يتكلم على عدد المصابين ونوع الاصابات والاسعاف المقدم. واهم مسلف الاخبار انه ما يقطع السبب ما يقطع نصايح الاسعاف. التكوين والتكوين المستمر والبحث والاطلاع على المستجدات في مجال الإسعاف غاية أخرى يسعى المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بلوغها لتطوير الذات. يعني كل سنة يعني كتجدد معلومات جديدة، يعني يالت أي مسعف بالهلال الأحمر المغربي عنه ماشي غير يتكون واحد المدة ديال 15 يوم والله واحد المدة ديال 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 الساعات اللي هي 25 ساعة، ومن ثم تي كي يمشي واحد العام والله عامين، يعني كينسى دوك الدروس. يعني يالتو على أساس عنه يكون في كل سنة، يعني والله في كل سمو كنديروا حنا واحد الرسكة اللي كنسموها كمنبهين ديال الهلال الأحمر، ديك الرسكة اللي غادي تنفعوا، والمسألة الثانية اللي كيزيد كيعاود دوك الدروس العشرة اللي تخطاو كاملين. بالنسبة للدورة التكوينية اللي تكوننا فيها هو أنك كيفاش تولي مسعف، يعني كانوا عبارة عن 10 ديال الدروس وعباره عن مسوغات، وكانت المسوغه الاولى مثلا ديال الحمايه انك كيف تحمي نفسك اولا نتايا عاد تحمي ذاك المصاب وتحمي الجمهور اللي داير بك. في المسوغه الثانيه انك كيفاش انك دير واحد الاخبار، كيفاش توصل المعلومه للجهات المسؤوله ولا السلطات المحليه، كيفاش تخبرهم بواحد الحاله ولا بواحد الحادثه صادفتي انت وياها في الشارع او في داركم ولا في اي مكان. من بعد تتعرفنا على الاختناق، الحالات اللي كتوقع مثلا حتى في البيت ديال اي واحد كيشرق ولا كتوقع له واحد الحاله ديال الاختناق، كيفاش تتعامل مع هذيك الحاله. يعني هذه مسائل اللي حنا ما كناش كنعرفوها تعرفنا عليها، بالاضافه الى دروس اخرى مثلا الدرك القلبي ولا فاقد الوعي ويتنفس، مصاب فاقد الوعي ويتنفس، مجموعه من الدورات اللي كانوا عامرين بزاف، كانوا بطريقه ديال التكوين ديالهم بطريقه ديال التلقين ديالهم كانت هي سلسة وسهلت علينا في طريقة التطبيق ديالهم. مجرد أنه إنسان كيدخل الهلال الأحمر وكيتسجل وكيدخل في واحد دورة تكوينية المشاركة ديال الإسعافات الأولية اللي كيقبض كيستافد من 10 دروس ديال 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 الهلال الأحمر المغربي، هادو 10 دروس اللي كيمكنوه على أساس أنه كيكون حامل واحد البطاقة هي بطاقة مسعف، وهذيك البطاقة هي المؤهلة لأي شخص باش كيقوم عنه يتدخل في الإسعافات الأولية. به الإشارة السريعة على أساس عنه أي إنسان ما يقدر يدير تدخل ديال الإسعافات الأولية من غير لما كان عنده واحد البطاقة اللي هو كيحمي بها نفسه، وفي نفس الوقت كيقدمها للسلطات باش كيقدم الحالة. علاش؟ به لجا أي إنسان كيتدخل لواحد الحالة اللي هو مو عارف ما هو متخصص ديك المسائل، بالعكس غادي ديك الحالة غادي نقدو نقولو حنا غادي يضعف له الحالة. وبالنسبة لنا حنا كتدخل ديال الإسعافات الأولية على أساس أول شي حاجة اللي كنقولو الحالة ديال داك المصاب اللي كيكون طاح خاص الحالة ديالو كتكون مستقرة، داك الشي اللي جبرت لا ما قديت عني نعاونو مثلا باش نسعفو، يعني على الأقل بعد كتكون الحالة ديالو مستقرة. فادونا في ياسر المستعيل، يعني حسوا في الوسط الاجتماعي، يعني فادوني في دار اهلي مثلا، انه نحرق حد بحال شي نتعامل معاه، نجرح حد بحال شي نتعامل معاه، سخف لي حد بحال شي نتعامل معاه، بين مع صحاباتي مولي في المجتمع في الشارع سميت ماشي جبرت اكسيدون ولا جبرت واحد طايح بحال شي نتعامل معاه. يعني في سبق ما كانت عندنا هي المعلومات، هي غير زعما نتاي الحمد لله عندنا نستافدوا منها لا في الوسط العائلي لا في بين الاصدقاء لا حتى في الشارع. المسعف هو دور كبير كبير قبالة. علاش؟ بالنسبة كتعرف ياسم الأمور كنقولوا لحنا المعلومات الكاذبة للرجال الوقاية المدنية، كيسمع اليوم نقولوا حنا جاء اتصال وكيمشي لعين المكان كيجبر على أساس المكالمة اللي هي وهمية ما كاين والو، ولكن بالنسبة بعض المرات كتكون على أساس عندنا عدة حالات، يعني باش غطر الوقاية المدنية باش كتجي لعين المكان وكيرفدوا المصاب وكيدوه للوبيطال. يعني الدور ديال الإسعافات الأولية هون منين جا؟ يعني إسعافات أولية سبق وصول رجال الوقاية المدنية. يعني إلا كان عندنا حنا في كل محيط والله في كل زنقة عندنا مسعف، يعني لما زادنا ما ليه ينقصنا،
بهذا ضروري وضروري. نزيدك سبيل المثال بحال الدول الأجنبية عند أي سائق اللي خاصه يدوز رخصة ديال السياقة يلتو أول شيء حاجة يكون عنده دبلوم ولا شهادة ديال الإسعافات الأولية. يعني هذا اللي باش تعرف القيمة اللي هي فيها الإسعافات الأولية بالنسبة للدول الأجنبية، ما بالك بالنسبة لنا احنا دول النامية. يعني يالتنا على أساس عنا نكافحوا ونخدموا على أساس عنه يكون عنا العديد من المسعفين والعديد باش يتدخلوا في أي حالة كيفما كان. المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بسمارة عمل ميداني لشباب يؤمنون بالدور النبيل للتطوع ونكران الذات خدمة للغير.